السلام عليكم صالح، دائما أصدقائك من وهران بلغونك التحية الخالصة لك ولجميع المتتابعين. وصول الباخرة الجزائر 2 اليوم روطار، يعني مؤخرة. والشيء اللي بغينا نتحدث عليه اليوم، سبحان الله، ماشي التأخر ولا واحد الحاجة. شوف معايا، وين ينزلوا الناس، يعني المسافرين وين ينزلوا بالدروج، يعني لما كيفوتوا على لاباب ويطبعوا، ما عندهمش المسعد وما عندهمش لي باسلير. سبحان الله، شوف يكركر في الحوايج تاعو، هاو يكركر في الباجاج تاعو، ما عندوش كيفاش يهبطو في الكروسة ولا في حاجة، لازم يكركرو من الفوق ويجي نازل مع الدروج. إيماجيني راني نستنى واحد المسافر معاق وما عندوش ني اسيستونس ني حاجة، ني شوف، هارم خرجوا هارم وحود خرجوا من الفوق، راح ينزلوا هذوك ربعة واحد بالأزرق، راحين ينزلوا مساكين الدروج يكركروا في الآخر، يعني ما لا فيه لا مصعد ولا سهولة، يعني المنخفض هذا. سبحان الله، حنا نتمنوا ربي يجيب الناس الصالحين اللي يسقموا لنا البلاد ويسقموا لنا شوية تحسن. دخلنا على 2020، سبحان الله، الله المستعان. شوف هذاك نازل بالكابات تاعو، لا حول ولا قوة إلا بالله.